اسم ديالي عبد الله جواد، مكلف بدراسات المشاريع الكبرى فرع الماء بمديرية الدراسات والأشغال. سعاد أزاني حسني، رئيسة قسم دراسات الماء وتطهير السائل الخاصة بالمنعشين العقاريين والمشاريع الكبرى. ندى بالحسن، مسؤولة عن دراسات البنية التحتية الكهربائية وتزويد المشاريع العمرانية والمشاريع الكبرى بالكهرباء. روية أوداير، مسؤولة عن مختبر جودة الماء بأمانديس تطوان. التحقت بأمانديس تطوان في البداية 2015 بعد أن تحصلت على دبلوم الدولة في هندسة المياه من المدرسة الحسنية للأشغال العمومية. كتجلى المهمة الرئيسية ديالي في تحرير دفاتر التحملات بغية إبرام صفقات الأشغال، وهذا الشيء كيتم عبر عدة مراحل. خريجة المدرسة الحسنية تخصص هندسة مدنية، وكذلك حصل على دبلوم الهندسة بمدرسة لون بليون. التحقت بأمانديس سنة 2008. المهنة ديالي في أمانديس كتلخص بصفة عامة في إعداد دراسات أو المصادقة عليها من أجل ربط المشاريع الكبرى ومشاريع المنعشين العقاريين بشبكات الماء تطهير السائل. من بعد الحصول ديالي على شهادة ديال مهندس الدورة الهندسة الكهربائية من المدرسة المحمدية للمهندسين، التحقت بأمانديس سنة 2017. المهام ديالي الرئيسية كتجلى في الدراسة ديال الطلبات الربط الكهربائي ديال المشاريع الصناعية والعمرانية والتقييم ديالها. متخرجة من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة، قمت بدراسة سلك الماستر بالمعهد الزراعي المتوسطي بمدينة سراغوسا. التحقت بأمانديس سنة 2017. المهمة ديالي هي ضمان جودة الماء الصالح للشرب الموزع بتطوان ومطابقته للمعايير الوطنية المعمول بها. إعداد الدراسات كيطلب مني ومن الفريق التعامل مع العديد من المصالح من أجل الحصول على المعلومات اللازمة. خلال السنة كنقوم بإعداد العديد من الدراسات للمشاريع الكبرى بما في ذلك برنامج طنجة الكبرى. دابا كنشتغل مع فريق كيقوم بإعداد دراسات التقنية للشبكة الكهربائية، وكيجهز التقييمات المالية لازمة لتمويل أشغال الكهرباء. ما يمكنش لهذه العملية تنجح بدون تضافر جهود مجموعة من الأطر والفرق التقنية والإدارية اللي كنشتغل معها بصفة يومية. من أجل ضمان جودة الماء الموزع من نقاط التوصيل إلى صنابير المستهلكين، نقوم بتحاليل مفصلة وكاملة لجودة الماء، وهي تحاليل فيزيوكيميائية، بكتيريولوجية وحسية. بالإضافة إلى مهامي بداخل المكتب، أقوم بزيارات ميدانية، وذلك من أجل إيجاد حلول خلال فترة الأشغال. العمل ديالي كيتطلب التنسيق بين مختلف المصالح داخل وخارج أمانديس. إضافة إلى ذلك، هو عنده أثر مباشر على الحياة ديال المواطنين. هادشي اللي كيشجعنا على التحسين ديال الأداء ديالنا باستمرار. وفي نفس الوقت كناخذ احتياطات للمحافظة على الثروة المائية ومراعاة شروط التنمية المستدامة. أمانديس اللي كتنتمي لمجموعة فيوليا هي شركة في تطور مستمر. حصلت مؤخرا على علامة المسؤولية الاجتماعية ولابل RSE. كنا ملزمين بالمساهمة في مشروع الرقمنة اللي كتخوضه أمانديس، واللي كيخص مجموعة من العمليات. أنا جد متفائلة بالمستقبل، لأن أمانديس مؤسسة كتركز على الابتكار، التطور والتحسين المستمر. أنا متحمس بشدة للمستقبل الرقمي الذي تتجه نحوه أمانديس.